النهارده من امام مستشفى شرم الشيخ الدولي بتاريخ 14/9، وكل طلباتي ان انا عاوزه اقابل محافظ جنوب سيناء، رغم ان انا تعبانه وعندي روماتيزم بالقلب، بس مصممه على ادرابي لمطالبي اللي هي بسيطه خالص، وهي مقابله محافظ جنوب سيناء اللي هو خالد فودي. لازم محافظ جنوب سيناء يعرف ان بنات التمريض بيتطردوا في نص الليل من المستشفى في بلد نائيه زي شرم الشيخ، زي ما حصل معايا كده، وبيكونوا عرضه لاي سرقه او اي حد يتعدى عليهم. ولازم محافظ جنوب سيناء يعرف ان نائب مدير المستشفى لما طردني في نص الليل قال لي انت حته شيفت تبوسي ايدنا علشان نشغلك، وملكيش اي كرامه عندنا، ولا ليك اي حقوق، ولا ليك اي قانون يحميكي.